دكتورة نوايسة، وجود الشيخ محمد بن زايد على رأس دولة الإمارات العربية بهذه الخلفيات السياسية والاقتصادية والتعليمية أيضا، كيف سينعكس على دولة الإمارات العربية المتحدة؟ يعني بالتأكيد اليوم عندما تقرأ المشهد من خارج الإمارات العربية المتحدة كمراقب ومتابع موضوعي، تتحدث عن نموذج في بناء الدولة العصرية الحديثة التي تشتبك مع كل ما يعني يتوصل إلى العالم من تطور في كافة المجالات. اليوم عندما نتحدث عن الإمارات نتحدث عن تعليم نوعي، عن خدمات صحية نوعية، عن بيئة استثمارية متميزة، عن تعامل فريد في العلاقات الدولية ومساهمة حقيقية في إرساء قواعد السلم العالمي. خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، كان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وفاعلا بشكل مباشر في مختلف عمليات البناء، سواء على صعيد تمكين دولة الإمارات العربية وإعطائها مكانا وحضورا بارزا ومتميزا، أو من خلال الاشتباك مع القضايا الإقليمية التي تعيشها المنطقة العربية والإقليم بشكل عام. كل هذه الخبرة المتراكمة والتجربة المتميزة ساهمت في أن يكون لدى سمو الشيخ محمد بن زايد حصيلة كبيرة وضعته على خارطة صناعة الحياة السياسية في منطقتنا العربية وفي العالم الإسلامي، مما مكن الإمارات أن تكون فاعلا ولاعبا مؤثرا في مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، سواء على صعيد الحضور السياسي أو على صعيد قضايا صناعة النفط والاستثمار بشكل عام. طيب، مرافقة ومعاصرة الشيخ محمد بن زايد للشيخ زايد رحمه الله ومن بعده الشيخ خليفة، كيف ساهم في بناء شخصية الشيخ محمد بن زايد كحاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ يعني هناك مدرسة في الحكم تأسست منذ يعني حكومة أبو ظبي ولاحق الاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسى قواعدها وأسس لها الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان. خلال هذه الفترة أصحاب السمو والشيوخ وأفراد العائلة الحاكمة كانوا قريبين ولديهم مهام أساسية، بمعنى أنهم منخيطون في العملية السياسية وعملية البناء والتحديث حتى في فترة حكم الشيخ زايد رحمه الله، وبالتالي هذه التجربة التراكمية التي حدثت لدى سمو الشيخ محمد بن زايد وتعززت خلالها فترة وجوده ولي عهد لأبو ظبي، ويعني كلف بمهام أساسية سواء على صعيد القوات المسلحة أو على صعيد علاقات الإمارات العربية والإقليمية والدولية، مكنت سمو الشيخ محمد بن زايد من أن يفرض حضورا فاعلا ومتوازنا في السياسة العربية وعلى المستوى الدولي. وبالتالي اليوم عندما يتسلم الشيخ محمد بن زايد رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، هو يأتي إلى هذا الموقع ولديه حصيلة كبيرة من الدور السياسي الفاعل والمنتج والمؤثر، ولديه خبرة سياسية وازنة وعلاقات عربية وإقليمية ودولية استطاعت أن تؤكد حضور الإمارات على الصعيد الدولي. نعم، بخصوص الصعيد الدولي دكتور النوايسة، عادة ما كانت توصف أو لا تزال توصف الدبلوماسية الإماراتية بأنها الدبلوماسية المتوازنة، الدبلوماسية الشجاعة، وذلك ظهر جليا في العديد من الأزمات سواء العربية أو الدولية. هنا دول العالم الغربي كيف ستستقبل هذا الخبر، الشيخ محمد بن زايد رئيسا ثالثا لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ يعني أولا سمو الشيخ محمد بن زايد يعني كما أسلفت قبل قليل كان يملك حضور دولي والتقى معظم زعماء العالم والدول دائمة العضوية. الشيخ محمد بن زايد استطاع أن ينقل الإمارات إلى دور فاعل في قضايا تسوية النزاعات الدولية. اليوم عندما نتحدث عن دور الإمارات سواء على الصعيد الإنساني أو على صعيد تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قبل ذلك في الأزمة الأفغانية، في مختلف الأزمات
حتى على صعيد منطقتنا، يعني دور الإمارات في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوى الدولية، دور الإمارات في محاولة إقرار السلام والتسوية السياسية في العديد من مناطق النزاع الدولي، كانت تدار بشكل مباشر من الخارجية الإماراتية بطبيعة الحال وبالتوفيق.